أول شي بدي أعمله بس يخلص الكونفينمون. أول شي بدي أعمله بس تخلص الكورونا أخذ هول الاثنين على المدرسة. ما في بنزل على الطريق وأول شخص قدامي بعبطه. What you wanna do when the coronavirus is over? Go to Disneyland. هو بدي أنزل على الطريق وبدي عبالي اتفركش بالعالم وشوف الناس وارجع على حياتي، ارجع على حياتي الطبيعية. اجمالا منظري مش هيك، فبتصور زيارة للحلاق. انا ابدا ما عبالي هيدي الفترة تخلص، وبحس بالعكس انا خايفة من اللي جاي بعدين اكتر من هيدي المرحلة هلا. Moi, la première chose que j'ai envie de faire quand le confinement sera fini, c'est d'aller à une milonga danser le tango. Parce qu'une chose qu'on ne peut pas faire pendant le confinement, c'est prendre des inconnus dans ses bras. Make a big, big ride in the nature, in the mountain. عبالي روح على البحر. أول شغلة رح أعملها من بعد ما تخلص هالأزمة هو إني روح عند كل شخص بحبه وأغمره وأقول له أنا قدي بحبه. You wanna go back to school? No. كل الأشخاص اللي بحبهم بحياتي من يوم ورايح بصير أعبطهم وتنتصم قد ما بحبهم وأقول لهم هيدا الشيء. When this corona part, this shit is over, I can't wait to be able to hug my parents again and to be able to just keep hugging them whenever I can. Sooner than later, I hope.